الحمد لله رب العالمين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، معناه التعلم من أهل المعرفة، ليس معناه مطالعة الكتب. مطالعة الكتب لا تكفي، بل لا بد أن يتعلم من شخص عارف ثقة تعلم ممن قبله وذلك الذي يكون قبله أيضا، حتى ينتهي هذا التسلسل إلى الصحابة الذين أخذوا العلم من سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه لا بد من أن يكون علم الدين أخذ من ثقة أخذ من غيره. أما الذي لا يأخذ من أهل المعرفة إنما يشتري كتبا فيطالع فيها، هذا لا يكفيه لنجاة نفسه، هذا ما أسقط الفرض. إن بقي على هذه الحال يكون عاصيا فاسقا. في هذا الزمن كثير أناس يطالعون أو يتصفحون الإنترنت ولا يتعلمون من أهل المعرفة علم الدين بسند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يشترون الكتب وينظرون في الإنترنت وعلى حسب فهمهم يتصورون المسائل ثم يفتون لغيرهم. هذا خراب عريض. أحبابنا الكرام، لولا السند لقال من شاء ما شاء. فلذلك لا تأخذوا العلم من الذين لم يتعلموا العلم مشافهة من الثقات وبسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.